اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل مع بعض النهاردة مشاية بالوحدة السداسية بخيط الكليم. طريقتها سهلة وبسيطة، ممكن تكبريها، ممكن تعمليها بالحجم اللي انت عاوزاه، ممكن تخليها سجادة كبيرة، وممكن تعمليها مشاية صغيرة لانها وحدات سداسية وبتتشبك في بعض. طريقتها سهلة قوي. هجيب خيط كليم، استخدمت مع الخيط ده إبرة مقاس 10. هشتغل الدايرة السحرية، بعد كده هشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة وهدخل جوه الدايرة السحرية وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. هشتغل كمان غرزة عمود في لفة في الدايرة السحرية. بعد كده هشتغل 2 سلسلة فراغ. 1 2 وهلف الخيط على الإبرة وهدخل جوه الدايرة وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده ده أول غرزة عمود بلفة. في نفس المكان هدخل واشتغل كمان غرزة عمود بلفة. كده يبقى معايا 2 غرزة عمود بلفة. هشتغل 2 سلسلة وهلف الخيط على الإبرة وهدخل جوه الدايرة السحرية وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده 1، كده 2. هشتغل 2 سلسلة. هشد بس الخيط شوية عشان ابتدى يختفي معايا، وهدخل جوه الدايرة وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده 1، هشتغل كمان 1، هشتغل 2 سلسلة وهدخل جوه الدايرة وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده أول 1، كده 2. بعد كده هشتغل 2 سلسلة. انا هروح هنا عند ال5 سلاسل ارتفاع اللي كنت ارتفعتهم في بداية الدور وهعد 2 وهدخل في 3. لا، قبل ما ادخل في 3 هشتغل غرزة، بعد ما ارتفعت 2 هشتغل غرزة عمود بلفة، وبعد كده هعد 2 وهدخل في 3 وهشتغل فيها غرزة منزلقة. هلف الخيط ورا وهشد الدايرة هقفلها. هعد فراغات الـ2 السلسلة اللي اتكونت معايا، هلاقيهم 6 فراغات لان هو شكل سداسي، هيتكون معايا 6 فراغات من الـ2 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. هنتقل للراوند التاني وهدخل في اول فراغ 2 سلسلة وهشتغل فيه غرزة منزلقة، بعد كده هشتغل 5 سلسلة. 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة وهشتغل في نفس المكان، هشتغل غرزة عمود بلفة. اشتغلت غرزة عمود بلفة في الزاوية، يبقى أكني اشتغلت غرزة عمود بلفة 2 غرزة عمود بلفة. هيقابلني هنا عمودين، هدخل فوق كل عمود واشتغل فيه غرزة عمود بلفة.
كده واحد، هدخل في العمود التاني وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة، كده اتنين، هروح لفراغ السلسلتين وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة، سلسلتين، غرزة عمود بلفة في نفس المكان، هيقابلني العمودين، هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، هيقابلني فراغ الاتنين سلسلة هدخل فيه وهشتغل غرزة عمود بلفة، سلسلتين، غرزة عمود بلفة في نفس المكان، سلسلتين، غرزة عمود بلفة في نفس المكان، هيقابلني العمودين هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة واحدة، هيقابلني فراغ الاتنين سلسلة هشتغل فيه غرزة عمود بلفة، سلسلتين، غرزة عمود بلفة في نفس المكان، هيقابلني العمودين هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، هيقابلني فراغ الاتنين سلسلة هشتغل فيه غرزة عمود بلفة، سلسلتين، غرزة عمود بلفة في نفس المكان، وصلت للعمودين وهشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، وصلت الفراغ الاتنين سلسلة وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة، سلسلتين، غرزة عمود بلفة في نفس المكان، هنا هيكون عندي عمودين هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، هروح عند الخمس سلاسل اللي كنت ارتفعتهم في بداية الدور وهسيب سلسلة اتنين، وهدخل في السلسلة التالتة وهشتغل فيها غرزة منزلقة، وبكده وصلنا لنهاية الراوند التاني. هنتقل للراوند التالت وهشتغل غرزة منزلقة في فراغ الاتنين سلسلة، وهرتفع كمان خمسة سلسلة في نفس المكان، هشتغل غرزة عمود بلفة، همشي بنفس الطريقة اللي مشيت بيها الراوند التاني، بس في الراوند التاني انا كنت بشتغل في عمودين، هنا هشتغل هيكون عندي 4 أعمدة، 1 2 3 4، كل ما برتفع كل ما عدد الأعمدة معايا بيزيد 2، اللي هو بين الزاوية والزاوية بيزيدوا 2، هشتغل في الـ4 أعمدة، هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، وصلت للزاوية وهدخل فيها وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، سلسلتين، غرزة عمود بلفة في نفس المكان، وعندي هنا هيكون عندي الـ4 أعمدة، هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، هوصل للزاوية وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، سلسلتين، غرزة عمود بلفة في نفس المكان، وهشتغل في الـ4 أعمدة، كل عمود غرزة عمود بلفة، والزاوية هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، سلسلتين، غرزة عمود بلفة في نفس المكان،
هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور واشتغلت في الأربع أعمدة اللي بين الزاوية والزاوية، غرز أعمدة بلفة. دلوقتي عند الخمسة سلسلة اللي كنت برتفعهم هسيب سلسلة اتنين وادخل في السلسلة التالتة وهشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد ما بخلص ما بقصش الخيط، بسيب في الخيط شوية علشان لما اجي اشبك الوحدات في بعضيها. انا هكتفي بالحجم ده طبعا، انت ممكن تكبريها عن كده. كل ما بتكبري احنا قلنا الزاوية بنشتغل فيها هي هي، انما بتختلف بين الغرز اللي بين الزاوية والزاوية. كل ما بترتفعي راوند اكتر كل ما بتزيدي في كل راوند 2 غرزة اللي هي بين الاعمدة. انا كان معايا هنا غرزتين، بقى معايا هنا 4، لو زودت اكتر هيكون معايا 6، وهكذا لحد ما توصلي للحجم اللي انت عاوزاه. بس كل الوحدات اللي لما يتشبكوا في الاخر المفروض يكونوا قد بعض، ما اعملش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، لا يكونوا كلهم قد بعض. انا كده هكتفي بالحجم ده. هجيب ابرة التنظيف وهدخل الخيط ده، هقص الخيط الزيادة. دلوقتي هاجي اشبك، احنا قلنا بنسيب شوية في الخيط علشان لما نيجي نشبك الوحدات في بعضيها ما يكونش معانا خيط زايد كتير، ففي كل واحدة بنسيب فيها خيط. انا عاملة واحدة زيها بنفس الطريقة. وحدتين اهم زي بعض بالظبط. انا هنا سبت خيط اهو، فلما نيجي نشبك الوحدتين ده وش الشغل. هنجيب الوشين على بعض كده، هخلي الظهر هنا والظهر الناحية التانية. طبعا هسيبني من الخيط ده لاني هشبك فيه الوحدات بعد كده، انا هستخدم الخيط ده. بعد ما ركبتهم على وشهم بالشكل ده كده، هنا في الاول هشتغل منطلقة في فراغ الاتنين سلسلة. عشان انا بشبك من اول هنا الزاوية في الزاوية، هدخل في الزاويتين اهمت، في الزاوية دي بتاعت الوحدة دي والزاوية بتاعت الوحدة اللي قدامها، وهشتغل غرزة منطلقة. احنا هنا كنا بنشتغل في 4 أعمدة في النص، 1 2 3 4 مع الأعمدة اللي هي بتاعت الزاوية. انا هدخل في الطيب ومعايا 6 أعمدة هشبك فيهم. بدخل في الطرف الخارجي بتاع الوحدة اللي معايا دي، والطرف برضو الخارجي بتاع الوحدة اللي قدامها الناحية التانية، وبشتغل منزلق. تاني انا بسيب الطرف اللي لجوه، انا عندي في كل غرزة فيها طرف جوه وطرف بره. انا بدخل في الطرف اللي ناحيتي انا اللي هو ده الفتلة، والفتلة المقابلة ليها في الناحية التانية، وبشتغل منزلق كده. دي 2، بدخل في الفتلة اللي ناحيتي والفتلة المقابلة ليها في الناحية التانية، وبشتغل فيها غرزة منزلق. بدخل في الفتلتين، الفتلة الخارجية من هنا والفتلة الخارجية من الناحية التانية، وبشتغل غرزة منزلق كده. انا وصلت لهنا للزاويتين، الزاوية دي والزاوية دي.
هدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلق. بعد كده برتفع السلسلة وهنا هقص الخيط لاني شبكتهم في بعض الوحدتين دول. انا كنت بشتغل في الفتلة الخارجية هنا والفتلة الخارجية هنا علشان تديني الشكل ده من النص، اللي هي دولي بقى الفتلتين بتاعت نفس الغرزة بس من جوه، فادوني الشكل ده. وبكون عاملة طبعا وحدات كتيرة، بفضل اشبك بنفس الطريقة لحد ما اوصل للحجم اللي انا عاوزاه. بشبك طولي يعني بشبك كده وكده وكده يعني هكذا، وبعد كده لما باجي اشبك هنا بشبك برضو هنا، واحدة بحطها هنا واشبك فيها من ناحية دي ومن ناحية دي، وبرضو بفضل اشبك لحد ما اظبط الشكل اللي انا عاوزاه. هرجع انا عاملة وحدات سداسية كتير، هلزقها في بعض وارجع لكم تاني اوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. هيكون معانا السجادة في شكلها النهائي، هتكون معايا بالشكل ده كده، شكلها جميل جدا. ممكن تكبريها عن كده وممكن تصغريها عن كده، ممكن طبعا انت حرة في تشكيل الألوان زي ما انت عاوزة. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.